هذا وقد قام الرئيس الصيني شي جين بينغ مع عدد من القادة الدوليين بتفقد أجنحة معرض الصين الدولي للاستيراد. وخلال زيارته قال الرئيس الصيني أن المعرض يوفر منصة لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة، مؤكدا أن الواردات الصينية من السلع تساهم في تنوع السوق الصينية وتفي باحتياجات المستهلكين. كما حث الرئيس الصيني شي جين بينغ الدول الأخرى على مواصلة تصدير سلع عالية الجودة إلى الصين من أجل تحقيق الكسب المشترك. ومن جانبهم أعرب القادة الآخرون عن تقديرهم لدعم الصين لمشاركة بلدانهم في المعرض، مؤكدين أن معرض الصين الدولي للاستيراد يظهر انفتاح الصين وشمولها. كما أشادوا بالتنمية في الصين والخطاب الذي ألقاه الرئيس الصيني خلال الافتتاح. وأعرب القادة عن تقديرهم للسوق الصينية ودعمهم للتجارة الحرة.